حديث عمر رضي الله عنه، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يستفاد من هذا أن أحب وصف إليه عليه الصلاة والسلام أن يوصف بالعبودية، وقد مر معنا أن الله عز وجل وصفه بالعبودية في أعظم المقامات، لكن لما كان الناس بين إفراط وتفريط، بين غلو وتقصير، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقرنوا في وصفه بين العبودية والرسالة، فقوله فقولوا عبد الله هذا فيه رد على من رفعه فوق منزلته فاستغاث به أو تضرع إليه أو طلب حوائجه منه أو وصفه بأوصاف لا تليق إلا بالله عز وجل. وقد سبق معنا ما قاله البوصيري وغيره لما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء زاد في هذا الثناء إلى أن أوصله إلى مقام الرب عز وجل، كما قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وكلمة ورسوله رد على من انتقص من قدره عليه الصلاة والسلام، فهاتان الكلمتان جمعتا التوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير.